أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا فلما جاء آل لوط المرسلون.
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وما خلق
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنس أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون صدق الله.